هنا تونس الماضي ساعة و23 دقيقة مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين، في جزء ثاني يستضيف علي غربال الإمام الخطيب، واحد من الشخصيات اللي عندها برشا ناس يحبوها الحقيقة وأنا واحد منهم. سعلي مرحبا بك على موجدي وأنا فاهم. عيشك سيدي، مرحبا بك. كيفاش نقدموك؟ إمام معزول؟ كيفاش؟ لا 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 لا، معزول لا باجي. مرحبا بك علي. لا مباشر مباشر، إمام مباشر في بث مباشر. في بث مباشر. مرحبا بك علي غربال. أكيد مش نحكيه على الشأن الديني في علاقته بالشأن السياسي، وأنت كنت واحد من الناس اللي طرحوا الموضوع هذايا، ويبدو أنه كلفك غاليا في وقت سابق. والله كلفني غاليا، أنه موضوع هو موضوع تحييد المساجد، معناتها عن تجاذبات الحزبية، أي كلفني لأني في مناسبات عديدة فضحت الأكذوبة هذه، أني فضحت أني معناتها هو مجرد شعار يرفع من غير تطبيق على أرض الواقع. وطرحت مرة معناتها قضية، فقضية اللي هي بمعزل عن تجاذبات الحزبية، اللي قضية معناتها مفصلية في تاريخ البلاد هذه، لقضية تسفير الشباب إلى سوريا، في مقطع من خطبة معناتها في خطبة شاملة معناتها لعدة مواضيع طرحت الموضوع هذا، فتم عزلي في اليوم ذاته بتعليمات حزبية، وما زلت إلى اليوم معناتها أتشبث بحقي في تعليمات حزبية. من شكون علي غربال؟ من رئيس حزب في الحكم معناتها. شكونه الحزب هذا؟ حسب ما قال لي انا والي اريانا السابق اللي هو وقتها في العهد ذاك في جويلية 2016 وقت وقوع الحادثة، هو الشيخ راشد الغنوشي. لكن بعض المقربين من الشيخ راشد الغنوشي معناتها أنكروا ذلك، ولكن المعطيات معناتها أكثرها أنا إلى حد الآن معناتها الأسبوع اللي فات برك تقدمت بمطلب في النفاذ إلى المعلومة إلى الوزارة لمعرفة حيثيات هذه القضية. معناتها ما نحبش أنا توا معناتها تعاملي مع الوزارة معناتها. القضية هذه تكاد تتحول إلى مسلسل مكسيكي، لليوم يظهر لي ما تمش الحسم فيها، رغم أنه كان عندك لقاء مؤخرا مع وزير الشؤون الدينية. إيه تقابلت أمس، كان عندي لقاء أمس برك معناتها بالأمس كان عندي لقاء مطول مع السيد الوزير. إن شاء الله معناتها ثم بوادر انفراج في هذه القضية، والسيد الوزير معناتها أكد لي معناتها تحرره من جميع الضغوطات وسعيه الجهد في إيجاد مخرج معناتها للقضية هذه. باش يطالب اليوم علي غربال في علاقة بهذه القضية اللي كانت في وقت من الأوقات قضية راي عام وأثارت الكثير من الجدل، وطالب فقط بيرد الاعتبار. معناتها احنا شوف احنا توانسة فيسا نتغش وكلمة هكا باهية ترضينا، فهمت؟ لأنه هي أنا الآن معناتها أعيد تعييني بجامع آخر، معناتها بمجرد خروج الوزير الذي عزلني وقتها، مع هو كانت بنهاية حكومة حبيب الصيد، ثم جاءت حكومة يوسف الشاهد الأولى، فالوزير وقتها سي عبد الجليل سالم أراد إرجاعي إلى الجامعة الذي كنت فيه، فسلطت علي ضغوطات رهيبة معناتها في 24 ساعة، فطلب مني وقتها أن يعينني في جامعة آخر في انتظار أن يرد إلي الاعتبار نهائيا ويعيدني الجامعة الذي عزلت منه. لكن بعد ذلك هو عزل بسبب كلمة قالها كذلك في بخصوص السعودية، فالقضية طالت بعد ذلك وتم أريد طمسها، لكن أنا في كل مناسبة معناتها أنا أفوت مناسبة لإعادتها إلى السطح وإلى إعادتها إلى سطح الأحداث، وبالنسبة لي قضية أثرت فيها برشا أنا أثرت فيها، وقضية مبدئية لأنه
مش نحكي لولادي أنا ثم دولة ما ثماش، ثم نحن عايشين حقا في دولة القانون والمؤسسات أم لا؟ ما غلطش أنت بإثارتك لملف سياسي هو ربما يثير انقسام في الآراء والمواقف. يقولك أنت قد تكون حشرت المنبر الديني اللي هو منبر لجميع التوانسة، للناس اللي تدخل المسجد والجامع ربما لأداء الصلاة، وهي ما عندهاش علاقة بهذه التجاذبات السياسية اللي ممكن نتفهمها لما تطرح في الإعلام، لما تطرح في مجلس نواب الشعب. هذا مش دورك عليه. أولا أنا لما طرحتها أنا أشهد الله معتها، والبارحة أكدت للسيد الوزير أني كنت خالي الذهن عند أي حزب سياسي، فهمت؟ أنا ذكرت الموضوع أنه ثم أشخاص أفتوا بوجوب ذهاب الشباب التونسي للجهاد في سوريا وما زالوا إلى الآن في جامع حي النصر في تونس، جامع حي النصر اللي هي كانت وإثارة هذه القضية معناتها كانت في مقطع صغير معناتها لأنه علاش لأنه وكانت له حيثيات أنه كانت في خطبة عيد الفطر وقبل عيد الفطر بيومين وقت جاء أنور بيوض اللي هو عائد من سوريا اللي والده رحمه الله السي فتحي بيوض اللي كان طبيب في الجيش التونسي ومشى يلوج على ولده وتوفي في اعتداء ارهابي في مطار اسطنبول. ثم لما تم ترحيل الابن اللي هو خرج في ضمن شبكة التسفير هذه، اعترف في خلال تحقيقي معه أن وقع استقطابه في جامع حي النصر اللي أنا كنت نخطب فيه، واللي هو كان معناتها خرج منه ما بين 2011 و 2013 تقريبا ما بين 10 وال 15 شاب سافروا إلى سوريا، أنا بعضهم أعرفهم شخصيا من حي النصر. أي من حي النصر الناس اللي هم الأحياء الراقية في تونس العاصمة. لا الناس لبس بها ناس، ثم شكون مهندس ومعرس عنده شهرين وخلى مرته حبلة ومشى، وثم شكون جاء نعرف شاب أنا من نعرف شاب اللي هو كان شادي الحمروني كان مضيف في الطيران كذلك فجأة تفيق به عائلته كل شيء أنه مشى للجهاد في سوريا وقتل هناك. ثم وليد اسمه محمود كشاط أصيل القيروان جاء إلى العاصمة لبنية تعلم العلوم الشرعية فأوقعه القدر في ذلك الجامعة وثم ذهب وقتل في سوريا. حتى الناس نعرفهم شخصيا أنا، فهمت؟ إلى الآن ما نعرفش أنا وين الدولة في ذلك الوقت علي غربال. لا الدولة تعرف وقت شنو اللي صار فيها، معناتها الدولة مانيش من شوف محمد ما نحبش نناقش الموضوع هذا أنا الآن، معناتها مانيش جاي لهنا، هذا جزء من تاريخنا. اي جزء من تاريخنا للأسف. لجنة برلمانية تعنى بهذا الملف، اللجنة والحقيقة هذية إلى اليوم قبرت لا نعرف شكون الصحيح وشكون الغلط. هذا السؤال الكبير، وإحنا ما يعنيش شكون الصحيح وشكون الغلط، نحب وتوانسة تعرف الحقيقة. هذا هو لجنة التحقيق، معناتها أين التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية هذه؟ معناتها لجنة التحقيق مع النائب قاعدة المسدي كانت استقالت الأسبوع الفارط من هذه اللجنة. أي قاعدين نشوفوا فيها معناتها تنفرط شيئا فشيئا من غير أي رجوع للتوانسة للمواطن، معناتها فيه معناتها احتقار للمواطن وفيه استبلال للمواطن أنه تعمل لجنة التحقيق. شوف الأزمة هذه أنا كانت لي اتصالات بعديد الأطراف ونواب وصحفيين وكذا كلهم يتحدثون عن إكراهات، لكن هذه الإكراهات معناها أنتم تحملتم هذه الأمانة وتحملتم هذه المسؤولية، اخرجوا للشعب وحدثوا عن هذه الإكراهات. محمد صراحة ما نحبش نزيد نناقش في الموضوع هذا، أنا الموضوع هذا يتلخص قبل حتى انتخابات 2014 أنا كنت أنادي بأن يكون هذا الموضوع موضوع تسفير الشباب التونسي إلى سوريا في قلبي نقاشات الحملة الانتخابية، بالنسبة لي أنا موضوع كبير برشا معناه، ومعناتها لذلك أثرته في تلك الخطبة، لكن من غير والله العظيم نعيد ونرجع ونأكد كنت خالي الذهن عن 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 أي حزب سياسي معناه. والله العظيم لما خرجت من تلك الخطبة والحمد لله أني سجلتها، فهمت؟ كلفت شكون بمشي يسجلها ونزلتها على صفحة اليوتيوب متاعي، وكنت منتشيا بها وتوقعت أن أشكر عليها
فصدمتني ردة الفعل هذيك من الوزارة ومن السلطة، لذلك أنا مصدوم إلى حد الآن. طيب ربما الموضوع هذا يحيلنا على لب الإشكالية المتعلقة بمسألة السياسي والديني في علاقة بالانتخابات، في علاقة بالشأن العام اليوم. فما شكون يتساءل يقول لك هل يحق لإمام خطيب أنه يكون عنده مواقف سياسية؟ هل يحق لإمام خطيب أنه يدلي بدلو في قضايا سياسية؟ هو شوف، هذه القضايا هذه التي تثار، وثم قضايا اللي ترتبط بأحكام شرعية، وثم قضايا التي لا ترتبط بأحكام شرعية والله سبحانه وتعالى أباح للناس الاختلاف فيها. فهمت؟ اللي هي تتعلق بآراء شخصية. فالمسائل اللي تتعلق بها أحكام شرعية معناتها ما نجموش تو احنا ولو مش يكون في قالب في قلب النقاش السياسي والحزبي موضوع مثلا قانون المساواة في الميراث، ما نشموش نمنعوا إمام خطيب من أنه يتكلم فيه داخل المسجد أم خارج المسجد؟ داخل المسجد وخارج المسجد. هذا داخل المسجد من حيث الأحكام الشرعية، وخارج المسجد من حيث أنه نقاش معناته حوار مجتمعي. لابد من إرساء قواعد الحوار المجتمعي الهادئ، بعيدا عن التشنج وبعيدا عن التوتر وبعيدا عن السباب وعن الشتم، وهذا ما لم ننجح فيه معناته طوال هذه السنوات الطويلة. يقول لك احنا في دولة مدنية وقضية المساواة في الارث هذه تثار في الفضاء المدني مش داخل الفضاء الديني والمسجد. والله شوف، انا هذه حكاية الدولة المدنية نشوفها من باب المغالطات المنطقية، معناتها انت تلزمني بنقاش، تلزمني بنقطة، معناتها نرشو احنا من النقاش نرشو به الى ما قبل ذلك. فهمت؟ نرجع بينا ما قبل ذلك. أنا ما أنا كإمام وكباحث في الشأن الديني، فهمت؟ أنا نعطي رأي الشرع، ملزم بأني نعطي رأي الشرع، وإن لم أعطي رأي الشرع فأنا خائن للأمانة التي أتمنني الله عليها والتي أتمنني الناس عليها. فهمت؟ معناتها حتى من تبقى إذا كان، لأنه إحنا شو نقوله أو نرجع للنقاش من الأول، هل بالحق احنا كلنا في بلاد مسلمة وشعبها مسلم؟ إذا خذينا هذه منطلق لنقاشاتنا وقتها لابد أن نرجع إلى الشرع معناتها في هذه الأحكام. وإذا كان واش تقول لي لا، وقتها أنا أناقش معك في مسائل هي في المقدمات. صحيح أغلبية الشعب التونسي شعب مسلم، صحيح، وأنه الدستور ينص على أنه تونس دولة مستقلة ذات سيادها الإسلام ودينها والعربية ولغتها، ولكن نفس الدستور يؤكد على أنه هناك حرية المعتقد وهناك حرية للاختيار. وفي هذا الإطار تأتي قضية المساواة في الإرث، باعتبار أن الدستور نص على المساواة التامة في تونس في الحقوق والواجبات والمساواة التامة بين المرأة والرجل. هو شوف، المساواة إذا إيش نرجع حقيقة للمساواة، المساواة كما عرفها الشيخ طاهر بن عاشور هي إعطاء الحقوق المخولة بدون تفاوت بين أصحابها فيما لا أثر التفاوت فيه. معناها المساواة بهذا التعريف ترجع إلى التماثل في أثار كل ما تماثل فيه المواطنون بأصل الخلقة أو بمقتضى الشريعة، لا يؤثر على ذلك التماثل قوة وضعف، معناتها عزة الغني وغناه لا يعطيه حقا زائدا على الفقير، ولا نفرق بين مواطن من منطقة ومواطن من منطقة أخرى، ولا هذه هي المساواة. هل حققنا احنا الجانب هذا متاع المساواة حتى ننتقل للجانب الآخر؟ علي غربال الإمام الخطيب والباحث في العلوم الشرعية، فما شكون يعتبر أنه موقفك من لجنة الحريات الفردية والمساواة، موقفك من الأستاذ بشرى بالحاج حميدة، موقفك من قضية المساواة في الإرث فيه نوع من المغالاة والتطرف، والبعض يعتبر أنك خيبت ظنهم لما كانوا يعتبروك إمام معتدل وإمام مستنير؟ شو ردك على الناس هذوما على وجهة النظر هذه؟ أنا دائما كنت أدعو إلى نقاش الهادئ، معناتها ما هجمت حد. فهمت؟ موقف واضح. تدويناتك حول لجنة الحرية الفردية والمساواة ما فيهاش نوع من التهجم على اللجنة وأعضائها وخاصة على بشرى بالحاج حميدة؟
لا في إطار ما اشتمتهش أنا الأستاذ أبو شرب الحاج حميدة مع بالعكس معناتها أنا فوجئت بأن حذفتني من قائمة الأصدقاء متاعها معناتها لا أدري لماذا معناتها ذوما ناس يتكلموا بدل الديمقراطية فلا أدري لماذا حذفتني ولكن هذا ما يهمنيش أنا لو ترجع إلى هذا ما فهمتش أنا التدوينات هل عندك معناتها عينة على هذه التدوينات اللي معناتها فيها تهجم ولا فيها حدة ولا علاش رفض انت لتقرير لجنه الحريات الفرديه والمساواه ولمشروع المبادره القانونيه المتعلقه بالمساواه في الارث علي غربال؟ رفضها لان فيها مخالفات شرعيه عديده فيها مخالفات شرعيه وحتى مخالفات منطقيه معناتها ثم ما عرفتش انا هذه مثلا وفيها خطر على المجتمع معناتها احنا الشعب التونسي الان هل هو الشعب التونسي مستعد لقبول هذه مثلا تقنين الشذوذ الجنسي؟ مش حرية فردية هذه؟ كل إنسان حر في الجسد متاعه؟ لا مش كل إنسان، الحرية عندها حدود. هل أنه علي غربال مش يكون وصية على الناس في ديارهم شنو يعملوا وما يعملوش؟ إيه لكن إلى أين تقف هذه الحرية إذا حتى بمعزل عن 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 أحكام الشرعية هذه الحرية إلى أين تقف؟ مثلا نعطيك أنا معناتها ولو هو مثال قبيح جدا فهمت أنه أب وابنته اللي هي فوق سن الرشد فهمت إذا أراد مجامعتها هذه أليس هو حرا في جسده وهي حرة في جسدها؟ لكن تقول لي هذا تنبيذه الفطرة، حتى الآخر تنبيذه الفطرة السليمة. فهنا قلت لك لابد أنه نرجع إلى نقاش فكري إلى حوار فكري. لخص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في قضية ربما الحريات الجنسية علي غربال، التقرير شامل العديد من المسائل اللي تهم حرية الضمير، اللي تهم الحريات الفردية، اللي تهم الحريات الشخصية، اللي تهم أيضا قضية المساواة بين الجنسين. لكن أنا قلت لك كإمام خطيب كناس ترجع لي فهمت لأبين لهم الأحكام الشرعية، أنا ملزم بهذه الأحكام الشرعية في نفسي وفي الناس اللي أبلغهم هذه الأحكام الشرعية. علاش فوجئت من ما قامت به بشرى بالحاج حميدة لما قلت أنا حذفتت من قائمة أصدقائها في موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك؟ في ذلك معناتها لأنه الناس هذوما معناتها يقولوا أنهم ينتميوا للعائلة الديمقراطية والعائلة الوسطية، ولكن تحذف شخص لمجرد دون نقاش معه دون نقاش معه وأنا لم أشتمها ولم معناتها لا أذكر أني شتمتها ولا، فتقوم بحذفك معناتها هذا مخالف لما يدعونه من الديمقراطية ومن الانفتاح. في تقديرك اليوم كيفاش نخلق مناخ متاع نقاش هذا نقاش عقلاني، لأن القضايا هذه قضايا مجتمعية حساسة، لأن القضايا هذه تنجم تهزنا لمنزلق التكفير. اليوم موضوع مطروح على الساحة، موضوع ربما قد يكون عنوان لمعركة سياسية وانتخابية كبيرة. ما العمل اليوم حتى ننقاو بمجتمعنا بنقاشاتنا في الفضاء العمومي عن خطابات الكراهية والتكفير في موضوع حساس وحساس جدا علي غربال؟ هو الحل في ذلك هو بيد السلطة الأولى اللي هي الإعلام، فهمت؟ اللي هي ما عادش سلطة رابعة في تونس ولات سلطة أولى، وكذلك بيد الحكام اللي هما من دورهم الأساسي من أدوارهم الأساسية ومن واجباتهم الأساسية تجاه هذا الشعب هو الارتقاء بمداركه. فهذوما زوز أطراف اللي هي الحكام والإعلام عليهم الارتقاء بمدارك هذا الشعب، في حين أنه نشوف العكس هو اللي صاير. احنا نشوف معناتها تدمير شامل لمدارك هذا الشعب، ونشوف معناتها تدمير كامل للقيم وللأخلاق. شوفوا أنه الشعب هذا صارت عقوله معناتها إلا ما رحم ربي إلى الناس الفائقة، صارت عقوله محتكرة من طرف بعض وسائل الإعلام اللي هي تفعل كل ما في وسعها للنزول بمدارك هذا الشعب إلى الحضيض، حتى معناتها ضربوا وشوفوا معناتها شنو صاير بتوا في
في وسائل الإعلام وشنو صاير في في أزمة التعليم، شنو صاير من ضرب القدوات، ما عادش ثم الشعب هذا فقد المرجعية متاعه، ما عادش عنده مراجع يرجع لها، معناتها طاح قدر الإمام، طاح قدر المفتي، طاح قدر المعلم، طاح قدر الأستاذ، فهمت؟ ولا معناتها التونسي الطفل التونسي ولا عنده قدوات أخرى، تو كوارشي والفنان والفكاهي والمهرج، واللي هذوك قدوات الطفل التونسي. الشباب التونسي، الشباب التونسي برا مشي شوف انت في الاحياء الشعبيه، تو تلقى اربع شباب ملمومين على قهوه السكر فيها اكثر من قهوه، مشي يطلعوا لهم السكر شويه من هذيك الحبوب اللي يتناولوها والمخدرات. علاش وصلنا للوضعيه هذه؟ علاش كل هذا ربما الانتقاد لوسائل الاعلام؟ الاعلام هو مرآة للمجتمع يا غربال، هكا يرى البعض. الاعلام مرآة للمجتمع، والحاكم كذلك مرآة للمجتمع. شكون تقصد بالحاكم؟ نعم، شكون تقصد بالحاكم؟ الحكام الذين بيدهم دويلي بالدولة. فهمت ماذا فعلوا هم بالارتقاء بمدارك هذا الشعب؟ علاش نحن كنا في السبعينات وفي الثمانينات كنا نشوفوا نقاشات فكرية، كنا نحلوا التلفزة نحلوا على عثمان الكعاك وعلى عبد العزيز العروي وعلى فرش شوشان، تو تحل التلفزة شنو تلقى فيها؟ قامات عالمية محترمة اليوم كيما سامي الفهري، كيما نوف الورتاني، كيما أيضا الكرونيكوز مريم الدباغ. قلتم علاش تضحك؟ قلتم معناتها وصلنا إلى درجة أنه مع احترامي للأشخاص انه الاب التونسي كيمشي في الشارع ويشوف قدامه واحد من هذو ما ذكرتهم يحب يصور ولده معهم، معناتها نشوف انا ثم برامج تبث على بعض هذه القنوات اعتبرها جريمه، مجرد بثها هذه البرامج جريمه في حق الشعب، ومجرد انه الاب يقعد مع زوجته واولاده ويتفرجوا في البرامج هذه اعتبرها جريمه في حق اولاده. معناتها ثم أمثلة ما نحبش نسوقها أنا لأنها غاية في الرداء. لكن البرامج هذه تحظى بأكبر نسب مشاهدة. إيه شنو الحل؟ باش نحسروا المفارقة هذه؟ إيه الحل أنه قادة الرأي في البلاد هذه ينظوا، أنا معناتها وليت نتناول المواضيع هذه في خطب الجمعة، وليت نتناول المواضيع هذه، تناولت موضوع هذا الانحطاط الإعلامي، فهمت؟ وتناولت موضوع معناتها موت الضمير، وتناولت مواضيع مجتمعية عديدة وصحبة السوء واللي يصير قدام المعاهد واللي يصير قدام مدارس الإعدادية من انحلال أخلاقي ومن غياب للأولياء ومن تقلص دور الأستاذ والمربي. هذا الكل نتناولوه، فاحنا معناتها الأئمة فهمت من جملة هم يعتبروا من جملة قادة الرأي في هذه البلاد، ولكن ما احناش وحدنا. تدخل الأئمة في الشأن العام هذي ما نجمش يرجعنا لموضوع التداخل بين السياسي والديني، والناس الكل اليوم تقولك لابد من الفصل، احنا على أبواب انتخابات، ولكن في المقابل نشوفوا في أئمة اليوم يعبروا على مواقف سياسية يدخلوا في قضايا يفترض ما يكونش عندهم فيها شأن. كما شنو؟ أعطيني مثال. كما اليوم قلت الحاكم اليوم يتحمل مسؤولية اللي وصلنا له، يعني اليوم تتهم الحكومة والناس اللي عندها دواليب الحكم وأنها لا شوف هي مسؤولة شوف على هذي الأزمة الأخلاقية. هذا موقف سياسي اليوم. لا، أنت قاعد تعطي في موقف سياسي تجاه السلطة. شوف كما هو يسعى للمساواة ويسعى للعدل، يسعى كذلك عليه أن يسعى لترقية مدارك الأمة. يقول الشيخ طاهر بن عاشور في كتاب وصول النظام الاجتماعي في الإسلام، يقول الفن الثاني فيما على ولاة الأمور تسييره وتحقيقه لصالح الجمهور، وأعمدة هذا الفن هي المساواة والحرية وضبط الحقوق والعدل ونظام أموال الأمة والدفاع عن الحوزة وإقامة الحكومة والسياسة والاعتدال والسماحة وترقية مدارك الأمة رجالا ونساء وصيانة نشئها من النقائص. أين نحن من هذا؟ معناتها هذه مثلا هذا الشيخ طاهر بن عاشور، الفكر الزيتوني المستنير، أين الشيخ طاهر بن عاشور في نقاشاتنا؟ أنا نعطيك، أنا قدمت 2013 قدمت مشروع للتلفزة الوطنية في برنامج اسمه قبس النور من فكر الشيخ العلامة محمد طاهر بن عاشور، فيه معناتها
بسط موسع لحياة الشيخ طاهر بن عاشور ولأعماله ولآرائه في جميع القضايا التي اختلفت آراء الناس فيها، معناتها حكاية الديمقراطية، حكاية الانتخابات، حكاية البدعة، حكاية المساواة بين الرجل والمرأة، كل هذه مواقف الشيخ طاهر بن عاشور من هذه القضايا. وقوبل المشروع وكنت مش نبدأ في التصوير، لكن بعد ذلك كلمني المنتج، قال لي وقتها في 2013 هذايا، قال لي راه ثم شكون هكا، قال لي معناتها اللفظ نتاعو، قال لي ثم شكون هبط لك بمقص من وزارة الشؤون الدينية علي غربال الإمام الخطيب، فما شكون ربما يثير بعض التحفظات والمؤاخذات على مواقفك من حزب حركة النهضة، يعتبرك معادي لهذا الحزب رغم أهميته ورغم ثقله السياسي والمجتمعي، وفما حتى شكون يوصفك بأنك إمام تجمعي. والله شيء يضحك، أنا أشهد الله أنه لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بالتجمع، والدليل على ذلك أني أنا لم أكن إماما خطيبا قبل جان في 2011. أنا كنت عشت 15 سنة في فرنسا معناتها كطالب، ثم اشتغلت هناك كمهندس في الإعلامية والاتصالات، ومعناتها ما بين 1991 و 2006 كنت خارج، كنت نعيش خارج حدود الوطن. ثم في 2006 رجعت إلى تونس واشتغلت في شركة التعليم الجامعي، وتقدمت بمطلب معناتها لأني أنا تلقيت العلوم الشرعية عند مشايخ منذ الصغر، والدي زيتوني، ومارست التدريس الديني والخطابة في عدة مصليات في باريس، وزدت تلقيت معناتها هناك من مشايخ جزائريين ومغاربة وسوريين ولبنانيين، وزدت تمكنت في الأمر هذا. طيب فاش تختلف مع حركة النهضة؟ لا ما نختلفش، نختلف في فقط في كيفية إدارتهم للمساجد في خلال فترة الحكم، وإلا أنا عندي مع أصدقاء من النهضة، مع والله العظيم ما يقلقنيش، أنا كان تو الشعب ينتخب النهضة في 2019، أنا ما تقلقش، أنا فقط أنه ما ألومهم عليه أنه جات فرصة. أنا شوف همي راهو الأوحد، كي نحط راسي على المخدة في الليل وكي نقوم الصباح، والله العظيم لا نخمم، حتى زوجتي ساعات تلوم علي برا، خمم في روحك وامي وكذا، فهمت؟ همي هو الدعوة إلى الله عز وجل، همي هو هذا الدين، فهمت؟ هكا تربيت، مني تربيت أنا عند مشايخ، تربيت هكا والله العظيم، حتى في فرنسا كنت ساعات نقوم الصباح لا نعرف روحي شو مش ناكل، في ساعات في عوض مش نمشي نقرا في الفاكولتي، يبدا عندي درس ولا يبدا عندي ما نسلم في قرايتي، وفهمت ما ألومه على حركة النهضة هو كيفية إدارتهم للشأن الديني خلال فترة حكم الترويكا، فهمت؟ ففتح المجال هذاك للتيارات المتطرفة، وأني تتمكن من المساجد، وأني تستولي على المنابر، هذا ما ألوم عليه، لأنه جاءت فرصة هذيك قد لا تتكرر إلا بعد 50 أو 100 سنة، أنه الناس وقتها كانت عندهم تعطش لتعلم العلوم الشرعية، وكان على القائمين على الأمر وقتها أنه عندنا منهج الزيتوني أحنا معروف، وعندنا صرح تغبيتنا عليه بلدان أخرى، مع الجزائر ما عندهمش صرح كصرح الزيتونة مثلا، فهمت؟ وكان علينا كذلك، على ذكر الجزائر، كان علينا معناتها الاعتبار بما حصل في الجزائر، لأنه ترك المجال لهذه الحركات المتطرفة، فنعرف النتيجة شنو كانت. وكان علينا كذلك الاقتداء بتجارب أخرى قريبة، كتجربة المغرب مثلا في إدارة الكتاتيب وفي إدارة الشأن الديني، كتجربة المصرية، فنحن لم ننظر إلى شيء من ذلك، وترك الحبل على الغارب، ومعناتها ونظر إلى هذه التيارات المتطرفة كأنها خزان انتخابي، فحاولوا ما يغشوهاش، إلى أن عم البلاء وشوفوا معناتها وين وصلنا بعد. وكانت النتيجة إلى حد الآن هي نفور الناس بعد أن كانوا متعطشين لهذه العلوم الشرعية، هي نفورهم عنها. كيف لرجل الدين؟ وإلا فأنا والله العظيم معناتها بالعكس، أنا بنعتبر معناتها بعض الوجوه في النهضة معناتها أكثر معناتها نزاهة من بعض الوجوه في الأحزاب الأخرى معناتها. كيف لرجل الدين
معروف بخطابه لما نحبش نفض الرجل الجين معناتها امام خطيب يا سيدي. اي خاطر رجل الدين هذا يهتم من مصطلح بكره القدم وبالنادي الرياضي الصفاقسي الى حد الجنون. لا مش الى حد الجنون، مش الى حد الجنون، لكن انت تعرف انت راكم صفاقس وتعرف معناتها ملي احنا صغار هو الجمعيه هذه راهي جزء من هويه صفاقس، معناتها لابد من الاعتراف بذلك. تعرف انت كي النادي الرياضي الصفاقسي تنتصر كيف يصبح الناس منتشين يوم الاثنين وعندهم رغبه في العمل وفي الدراسه، وكيف تنهزم نادي الرياضي صفاقس يوم الاحد، كيفاش الوجوه تصبح واجمه في صفاقس في 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 وسط البلاد ولا في المعاهد ولا فهمت. فهذه جزء من هويه صفاقس، معناتها حتى الجمعيات الاخرى كي يمشيوا توا احنا نعيشوا في العاصمه يقول لك صفاقس، ما يقولكش نادي الرياضي صفاقس، يقول لك اننا عندنا ماتش ضد صفاقس فهمت. ونعرف معناتها الجمعيه هذه ما تعرضت اليه من مظالم معناتها في خلال التاريخ نتاعها، ونعرف اني كانت في كانت مدرسه للاخلاق، راهي النادي الرياضي الصفاقسي كانت مدرسه للاخلاق وكانت مدرسه للعب الجميل، ولذلك معناتها تربينا على 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 حب الجمعيه هذه. كمان جزء من جمهورك ما يتغشوش عليك لما تكتب تدوينات على النادي الرياضي الصفاقسي فيها انحياز واضح للسي اس اس، فيها انتقادات لرئيس الجامعه، فيها انتقادات لمسؤولين رياضيين من جمعيات اخرى، فيها نوع من التعصب احيانا للسي اس اس. هذا ما ياثرش على صفتك كامام خطيب، عندك ربما متابعين وجمهور من مختلف الجمعيات الرياضيه علي غربال؟ شوف انا همي مش راهو جمع المناصرين، ما كنتش عمري لا نخمم في هذا فهمت. همي انه كي نعطي انا حكم شرعي يكون حكم شرعي صحيح ويكون حكم شرعي سليم فهمت، هذا هو همي. تبقى حكايه التعصب ان شاء الله معناتها ما نظنش معناتها يوصل الى حد التعصب، ما نظنش الى يوصل الى حد التعصب، لكن احيانا معناتها من منطق الدفاع معناتها عن الجمعيه اي معناتها نقول كلمتي معناتها. شو حكايه الفيل؟ هي حكايه الفيل هي حكايه اساسا هذه الحوار نتاع السيد وديع جاري رئيس الجامعه التونسيه، لانه ذكرني الحوار هذاك، ذكرني بحوار سابق بث في لرئيس الحكومه في نفس القناه. معناها انه تجيب محاورين، تجيب شخص معناتها بالاهميه هذيك والناس معناتها ينتظروا انه المحاورين يكونوا معناتها يطرحوا الاسئله اللي ينتظرها الناس، خصوصا انه هو اشترط عدم تدخل بالهاتف، وهذا ربما معناتها مفهوم، لانه كان الامر تحول الى فوضى، لانه مش كان السيد منصف خماخ محاول يدخل، حتى يوسف سعد الله حاول يدخل ليدافع عن نفسه، لكن كان على معدي البرنامج كذلك فتح المجال عبر معناتها وسائل اتصال للاسئله معناتها للردود. وديع الجريء بردوده حول السي اس اس وعلاقته المتوتره برئيسها منصف خماخ؟ لا لم يقنعني بتاتا، لانه الاسئله كانت ناعمه جدا، وحكايه الفيل انا هذه منشور معناتها نشرته انه الثلاثه من المحاورين كانوا موافقين للشخصيه التي يحاورونها في جميع مواقفها معناتها. فهذه حكايه الفيل يطير، هذه حكايه يحكيوها اللبنانيين قبل، قال لك نبيه بري جاء واحد الكاتب نتاعه اسمه ابو خشبه قال له سيدي الفيل بيطير، قال له لا كيف بيطير الفيل، قال له انا سمعت الرئيس حافظ الاسد بيقول على التلفزيون الفيل بيطير، قال له ايه هو صحيح بيطير بس ما بيعدي كتير. علي غربال الامام الخطيب، ممكن نشوفوك في حزب سياسي، ممكن نشوفوك لا في انتخابات قادمه؟ لا لا حزب سياسي لا، لا حزب سياسي ابدا. ما تعرف مصر على الحفاظ على استقلاليتك؟ طبعاً. لن تتحزب مدى الحياه؟ لا، اذا هو شوف انا قلت لك معناتها همي هو الدعوه الى الدين، معناتها تصحيح المفاهيم واعاده تاسيس وعي معناتها في هذا الشباب وفي هذا المجتمع فهمت، هذا دورنا معناتها. ما ثميش شنو يمنعك من الدخول للشأن العام؟ شنو يمنعك من خوض معركه انتخابيه اليوم، خاصه انه التغيير يكون عبر السلطه على غربال؟ والله صحيح احيانا تراودني الفكره، لكن فكره معناتها ترشح في الانتخابات؟ لا مش ترشح في الانتخابات لا. تراودني الفكره معناتها انه هذه
التغيير يكون من داخل السلطة. لكن الدعوة إلى الله أغلى عندي معناتها بصراحة، معناتها ما نتصورش روحي أنا بقى. أهم سلطة في تقديرك هذه؟ لا مش والله ما نشوفهاش كسلطة أنا. نشوف من باب العمل للآخرة قبل كل شيء. باب العمل للآخرة، ومن باب معناتها أنه هذا الشعب في حاجة إلى من يصحح عنده هذه المفاهيم ومن يؤسس فيه وعيا جديدا. معناتها إحنا شوف الشعب التونسي في أمور الدين متاعه معناتها يعاني من فئات كثيرة، تعاني من جهل مركب. معناتها موصلناش ريت موصلناش إلى درجة الصفر معناتها. سمعنا وأنه فما بعض الناس اللي من حولك اقترحوا عليك الترشح في الانتخابات التشريعية القادمة في جهة صفاقس، وانت ابن الجهة ودائما تتحدث عن قضايا التنمية وتعتبر أنها جهة مظلومة، هذا صحيح ولا غلط علي غربي؟ صحيح، ولكن أنا ما زلت معناتها قلت لك الحكاية هذه، لكن أنا معناتها مستعد أنه نعاون في هذا الأمر، مستعد حقيقة معناتها، لأن الفكرة هذه معناتها فكرة كبيرة برشا، أنه تأسيس قوى مستقلة عن الأحزاب، لأنه الأحزاب أثبتت فشلها. معناتها إذا كان مش يجرونا في انتخابات 2019 الى استقطاب ثنائي كما حصل في 2014 وانه الناس مش ترجع معناتها الحكاية هذيك الفوت يوتيل وكل شيء، فاذا كان الشعب نجر في هذه الخدعة من جديد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فحقيقة سنكون شعبا لا يجري عليه الا ما يستحق. في كلمتين اسم فكري بوداي شنو يعني لك واحنا في استوديو فكري بوداي في تونس العاصمه؟ رحمه الله، والله فكري بوداي الله يرحمه معناتها كانت فقدان وصدمه كبيره لصفاقس الكل معناتها، وكان معناتها فكري بوداي من الوجوه التي يصعب تعويضها، وفقدت صفاقس معناتها علاقتك قويه بها، ريناك حتى في السفره وقتها نتاع الكاف وكيفاش تنقلت والمازمبي والعوده باللقب بنذاك، صوره بقات تاريخيه. معناتها فكري كان خو الناس الكل في صفاقس معناتها، وخو كل واحد يحب الخير لصفاقس كان يشوف في فكري بوداي معناتها وجه من وجوه الخير في صفاقس، ووجه من وجوه اللي كانت مش تخدم صفاقس. ربي يرحمه، ربي يرحمه كل الشكر ليك علي غربي على حضورك معنا، اكيد فكري دائما في القلب، وما احوجنا اليوم لامثال فكري ربما لخدمه البلاد، لخدمه القطاع، لخدمه بالله كلمه اخيره، خدمه السياسات وما ادراك ما كلمه اخيره معناتها، بما انه احنا الموضوع بتاعنا كان حياد المساجد، كيف نتكلم عن حياد المساجد وإذاعة زيتونة اللي هي أكبر منبر إعلامي متخصص في الشأن الديني غير محيد؟ هكا نكون وصلنا لختمة هذا العدد من برنامج هنا تونس، غدوة يجدد الموعد إن شاء الله بارتير من الصنهار محمد يوسفي وكامل الفريق، يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس غدوة خير. هنا تونس.